في الجزئيه اللي هو السؤال اللي بيقول لي ليه او علل المحتوى الحلال يختلف من ماده الى ماده اخرى. اللي اتكلمنا فيه اللي هو بيقول لي علل يختلف المحتوى الحلال من ماده لماده اخرى. ايه السبب؟ اقول له لان الماده لماده يبقى في اختلاف في طاقه الذره، واختلاف في طاقه الجزيء، واختلاف في طاقه الربط بين الجزيئات، لان الماده دي مختلفه عن الماده الثانيه. يبقى اذا هنا بنقول له ليه بيختلف المحتوى الحراري، اقول له الاختلاف عدد الذرات ونوع الذرات. طب دي واحد، اختلاف طاقه الرابطه اللي في الجزيء. الحاجه الثالثه اختلاف قوى التجاذب باندر فان. كده يبقى انا جاوبت سؤالي. طيب عاوزين نسال جزئيه ثانيه، بنقول انا ما اقدرش اقيس المحتوى الحراري لماده. ليه ما اقدرش اقيس محتوى حراري الماده؟ صعب جدا عمليا. لكن انا هقيس ايه؟ انا اقيس التغير اللي هيحصل في هذه الماده بعد ما تدخل التفاعل. لكن لما اجي اقول لك هو المحتوى الحراري للماء قد ايه؟ مش عارف. لكن لما ادخله التفاعل ويحدث تغير كيميائي ببدا اعرف او احسب ماذا حدث لهذا التغير الحراري. ولذلك بقول لك خلي بالك، ملاحظه يعني، خلي بالك لا يمكن قياس اتش يعني المحتوى الحراري للماده، ولكن يمكن قياس دلتا اتش يعني اقدر اقيس التغير في المحتوى الحراري. طب التغير المحتوى الحراري ده عباره عن ايه؟ قال لي عباره عن المحتوى الحراري للنواتج اللي نتجت من التفاعل ناقص المحتوى الحراري للمتفاعلات. يبقى ده قانون انا بشتغل عليه. طيب المحتوى الحراري لاي عنصر في حاله عنصريه؟ نعم، يعني نقول اكسجين محتوى كام؟ انا ما اقدرش اقيسه. فقال لي العلماء قال لك يفترض ان يكون صفر. يبقى في صفر ديت اعتبارا اهي اتش لاي عنصر بتطلع بزيرو اعتبارا وليست حقيقه علميه. طب ليه انت اعتبرته صفر؟ اقول له عشان انا ما اقدرش اقيس المحتوى الحراري للعنصر او للماده، انا بقيس التغير دلتا اتش في المحتوى الحراري. طيب جالي في جزئيه بيقول لي طيب دلتا اتش وعليها العلامه دي ابوستروف، صح؟ دلتا اتش لا تنطق ابوستروف. دلتا اتش يعني التغير في المحتوى الحراري القياسي، دي معناها الدرجة. يبقى بقول تغير في محتوى حراري قياسي. فإذا الكيمياء هنا بتديني إيه؟ رموز، اختصارات. يبقى أنا لازم أفهم هذه الاختصارات. دلتا يعني تغير، اتش يعني إيه؟ جاية من هيت يعني محتوى حراري، وهنا معناها الدرجة. يبقى إذا هنا التغير في المحتوى الحراري القياسي اللي انت هتقيسه بالفعل عمليا. هذا التغير كقانون بيساوي ايه؟ قال لي بيساوي كيو. ايه كيو دي؟ قال لي كميه الحراره اللي هتنطلق من التفاعل او تمتص اثناء التفاعل، بقول عليها كيو، كوانتوم يعني كميه، على ان نمبر. ان نمبر يعني ايه؟ قال لي عدد المولات. يبقى لو جابني كده في الموضوع وبقول لي عدد المولات انا زودته، يبقى انا عايزك تجيب لي دلتا اتش ابوستروف يعني دلتا اتش القياسيه لهذا الموضوع، اقول له بيساوي كميه الحراره اللي خرجت انطلقت او امتصت على عدد المولات. طب فرضا هو مديني دلتا اتش، انا جبت لك دلتا اتش بقد كذا وعندي عدد المولات كذا، طب انا عايز كميه الحراره، يبقى كميه الحراره كيو تساوي دلتا اتش ابوستروف في ان. يبقى انت قالب القانون زي ما انت عايز، لكن الثابت اهو عندي. طب يا استاذ بقول لي في المساله او بقول لي في الموضوع ظروف قياسيه، يعني ايه ظروف قياسيه؟ قال لي الظروف اللي هي انت اجريت فيها العمل بتاعك او التجربه العمليه. ايه هي الظروف القياسيه؟ لما تيجي تحسب دلتا اتش ابوستروف دي اللي هو التغير في المحتوى الحراري، قال لي هي عباره عن الضغط الجوي المعتاد، وهو ايه؟ 1 اتموسفير. طب ودرجه الحراره بتبقى كام؟
قال لي درجة الحرارة 25 درجة مئوية. طب والتركيز؟ قال لي احنا خدنا في الترم الأول التركيز نسبة مئوية وخدنا المولارية وخدنا المولارية، يبقى ده اسمه تركيز. يبقى التركيز هيكون 1 M. يعني ايه؟ قال لي يعني التركيز بالمولارية، تركيز المحلول كده. يبقى انا فهمت يعني ايه ظروف قياسية. الحتة دي مهمة اللي احنا بنركز عليها قوي قوي قوي. طب تعالى قول لي كده، انا مثلا احكي لي تجربة وانا استنتج الموضوع منه. احكي لي التجربة. طب ما طالب قول لي، ما هي عايزينها مسألة. ماشي، انت عايزها مسألة. ما هي التجربة؟ عبارة عن مسألة. انت اجريت عمليا خطوات كذا، طلع لي اهو احسب التغير في المحتوى الحراري لو انت عايزها في صيغة المسألة. انا عايز التغير اللي هو تلتا اتش في التفاعل ده. ايه هو التفاعل؟ التفاعل ده عبارة عن ايه؟ سي تو اتش تو، جميع عضوية لما توصل تلتا ان شاء الله تكبر، يعني ان شاء الله تفهم من هنا. سي تو اتش تو اللي هو غاز الاستيلين اللي هو مستخدم في اللحام. لما بنديله غاز اكسجين هيحدث عملية احتراق اشتعال، يعني نعم يا استاذ. هيدينا ايه؟ قال لي بيطلع لي الاكسجين بيأكسد الكربون الى ثاني اكسيد الكربون ويأكسد الهيدروجين الى الماء. قال لي يبقى اداني سي او 2 غاز و اتش 2 او ليكويد، وبوزن المعادله. طيب وبكتب الحاله الفيزيائيه، يعني زي ما بنقول الاستيلين جي غاز، اكسجين جي غاز، ثاني اكسيد الكربون جي غاز، اتش 2 او ليكويد سائل. قال لي طيب انت عايز ايه هنا؟ انا عايز دلتا اتش للتفاعل ده. علما بان بيديني معلومات المحتوى الحراري لكل منهم، الاستيلين محتوى الحراري اهو 226.75 من 100 كيلو جول على المول، ثاني اكسيد الكربون اللي هو ده طلع سالب 393.5 كيلو جول على المول. طب والاتش 2 او الميه محتوى الحراري سالب 285.85 من 100 كيلو جول على المول. يبقى هو مديني معلومات. طب انا احلها ازاي كمساله؟ طب ما هو ده موضوع برضه، هو نفس الموضوع اللي بيفهمني اللي فات كله. ايه هو؟ قال لي نجيب اتش للنواتج، ادي النواتج ثاني اكسيد كربون بخار ميه، وبعدين نجيب اتش للمتفاعلات اللي هي الغاز الاستيلين وغاز الاكسجين، ونعمل ايه؟ نطرح ده من ده. نواتج ناقص المتفاعلات يديني دلتا اتش. طيب اتش للنواتج اللي هو مين؟ 4 سي او 2، يبقى 4 في المقدار بتاعه اللي هو مديهولي فين؟ اهو ثاني اكسيد كربون سالب 393.5. طيب سالب 393.5 بكام؟ يعني في 4، لاني لابد في هذه المعادلات ان توزن. يعني احط المعامل، يعني الارقام الحسابيه التي تجعل المعادله ايه؟ متزنه. ما وزنش المعادله يبقى مش هيطلع معاك نتائج صحيحه. لان انت بتشتغل كيمياء، راجل شغال في الصيدليه بتحضر دواء بالملي وبالنانو، لان لو زادت نسبه على نسبه اصبحش دواء، اصبح سم. يبقى لازم ناخد بالنا من المواضيع دي يا جماعه، مهمه جدا. والدقه العلميه والدقة العملية مهمة. أمال إحنا بنتعلم عشان نمتحن؟ لا، بنتعلم عشان نفهم، عشان نوصل ونفكر ونبدع. اتش للنواتج يبقى 4 هو ثاني اكسيد كربون في المحتوى الحراري بتاعه، زائد مين؟ المية. كم مية؟ 2. يبقى 2 في سالب 285.85 من 100 كيلو جول. ها؟ يلا اعمل عمليه حسابيه يطلع سالب 2145.7 كيلو جول. هات لي اتش للمتفاعلات. قال المتفاعلات عباره عن 2 غاز اسيتيلين. 2 في كام؟ في المحتوى الحراري بالموجب. خلي بالك انه طالع لي هنا 226.75 من 100 بالايجاب، اهو يبقى 2 في هذا الرقم زائد 5 اكسجين في كام؟ في صفر. لان احنا قلنا ان المحتوى الحراري في الحاله العنصريه بايه يا استاذ؟
بصفر ليه؟ لان انا لا يمكن قياس محتوى حراري للماده، ولكن يمكن قياس التغير في المحتوى الحراري. فهنا بيديني عنصر اكسجين، فبقول يبقى 5 بصفر، يبقى بصفر. ونجمع طلع لي المتفاعلات اهو، موجب 453.5. طيب القانون عندي بيقول ايه؟ ان دلتا اتش اللي هو التغير في المحتوى الحراري لهذا التفاعل يساوي اتش، يعني محتوى حراري للمواد ناقص محتوى حراري للمتفاعلات. طب بقى القانون، حط الارقام اللي انت طلعتيها ديت، دي ناقص دي يطلع كام؟ 2599.2 كيلو جول على المول. كده يبقى انا من خلال هذه التجربه العمليه كمساله كتجربه انا وصلت ان انا فهمت الموضوع، يعني ايه محتوى حراري؟ ازاي اجيب دلتا اتش اللي هو التغير في المحتوى الحراري اللي هو بنقول دلتا اتش ابوستروف اللي هو درجه، يعني تغير محتوى حراري القياسي اللي انت قيسته. ننقل من النقله ديت الى موضوع جميل بيقول لي المعادله الكيميائيه الحراريه. طب ما احنا درسنا في الترم الاول يا استاذي المعادله الكيميائيه، واتكلمنا عن المعادله الايونيه، وقلنا ان المعادله الكيميائيه مجموعه رموز لعناصر صيغ مركبات بتبين لي حاجات كتيره جدا. المعادله الكيميائيه بتبين ايه؟ بتبين لي المتفاعلات وبتبين لي النواتج، الكلام ده احنا اتكلمنا فيه. طب وبتبين ايه؟ بتبين لي الحالة الطبيعية للمتفاعلات والحالة الطبيعية للنواتج، وتبين ايه كمان؟ سهم بين المتفاعلات والنواتج بيدل على اتجاه سير التفاعل، يكتب على السهم ايه؟ شرط التفاعل، صح؟ وتبين لي ايه المعادلة الكيميائية؟ اللي بتبين لي المعاملات اللي هي الارقام الحسابيه اللي احنا بنحطها امام الرموز العناصر او صيغ المركبات لجعل المعادله ايه؟ متزنه. ده تعريف شامل للمعادله الكيميائيه. طيب انت اتكلمنا عن المعادله الايونيه، قال المعادله الايونيه هي معادله كيميائيه ولكن بيتم فيها تأين، ايونات موجبه مع ايونات سالبه. طب المعادله الحراريه اللي انت بتكلمنا فيها دي ايه؟ اربط الاحداث، هي معادله كيميائيه رمزيه متزنه بس مع نهايتها يبقى فيها دلتا اتش، يعني تغير في المحتوى الحراري احط طلع قد ايه من هذا التفاعل، طرد حراره قد ايه، امتص حراره قد ايه. ده بقول عليه معادله كيميائيه حراريه، ولذلك اهي المعادله الكيميائيه الحراريه هي معادله كيميائيه باختصر الحديث رمزيه، نعم متزنه، نعم بتشمل ايه؟ تشمل التغير في المحتوى الحراري اللي هو دلتا اتش اللي احنا قلناه ابوستروف القياسي، مصاحب دلتا اتش دي هتصاحب التفاعل كاحد المتفاعلات او كاحد نواتج، يعني يمكن ضمن المعادله. زي ايه يعني؟ دي المعادله. طب ما انا مديك معادله اهو، انت خدتش بالك ولا ايه؟ ادي استرين مع الاكسجين اداني ثاني اكسيد كربون واداني ايه؟ الميه. لما تيجي تبص في نهايه هذا التفاعل ايه اللي حصل؟ احنا كان طالبني بيقول لي احسب لي التغير. اهو التغير طلع كام؟ هذا المقدار 2599.2 كيلو جول على المول، يبقى المفروض ان دلتا اتش ديت تنكتب جنب المعادله اهي. وضحت الرؤيه. طب ايه هي شروط؟ الشروط ان انا اكتب معادله كيميائيه ليها ما يقرب من 6 شروط. ايه هي الشروط؟ الشرط الاولاني ان تكون المعادله متزنه، ان تكون المعاملات ايه؟ قال المعامل في صوره كاس عند الضروره. يعني انت كده وزنت المعادله ضربت هنا في 2 بقت 4 كربون، يبقى هضرب هنا في 4 ادي ال 4 كربون. طيب 2 في 2 ب 4 اتش، يبقى تضرب هنا في 2 2 في 2 ب 4 اتش. طيب تعال نشوف الاكسجين، ادي 2 في 4 8 وادي 2 يبقى 10، يبقى المفروض اكسجين تنضرب فين؟ في 5، يبقى 2 في 5 ب 10. هذه الارقام التي وضعت امام رموز العناصر او صيغ مركبات تسمى المعاملات. هل ممكن ان انا اعملها نظام كاس؟
ينفع نظام كسر. ليه؟ لأن المعاملات الصحيحة بتدل على عدد المولات، كم مول، لكن الكسور ما بتدلش على مولات. اللي بيدل على عدد المولات هو الأعداد الصحيحة الإيجابية. طيب هنا بنقول الحالة الثالثة أو الشرط الثالث إنك تكتب الحالة الطبيعية بتاعت العناصر والمركبات. يعني إيه حالة طبيعية؟ يعني حالة فيزيائية، يعني غاز اكتبه غاز، سائل اكتبه ليكويد، ال صلب سوليد اس، محلول ايوني اي كيو اكواس، وهكذا. بخار بابور في، يبقى اكتب جنبه حرف يدل على حالته الطبيعيه. طيب ايه الشرط الرابع؟ قال لي احط اشاره موجبه او اشاره سالبه. مع مين؟ قال لي مع جلده اتش يا استاذ. طب لو هي الاشاره سالبه، قال يبقى التفاعل طلب حراره من جوه. طيب لو الاشاره موجبه، يبقى التفاعل ده امتص حراره من الوسط المحيط. كده يبقى واضح تفاعل طارد او تفاعل ماص، يبقى الاشاره. طب ايه كمان الشروط؟ قال لي عند القسمه او الضرب في عدد، قال لي اشمل معاه جلدش. يعني انت هنا حطيت، قلت انا هضرب دي في اتنين، هي مضروبه في اتنين، وبناء عليه طلعت جلده اتش بالمقدار ده. نقول ايه يا استاذه؟ صحصحي. نقول انا هضرب هنا في اربعه. طب يبقى هنا هضرب في كام؟ في اربعه. طب اضرب هنا في كام؟ في اربعه. يبقى هنا اربعه في اتنين دي 8، اربعه في خمسه ب20، اربعه في اربعه ب16، اتنين في اربعه ب8. طب ودي الاتش اللي طلعت عندي 2599 واتنين من عشره في اربعه. يبقى لازم المعادله الحراريه تكتمل عند الضرب في عدد او الاسم على عدد يشمل دلتا اتش. الكلام ده لازم يتفهم، مش بحفظ كلام. طب لو عكست المعادله، مشيت المعادله بالعكس يا استاذ، يعني ايه؟ يعني انت جبت ثاني اكسيد الكربون وبخار الميه وعملت لهم التفاعل فرجعوا الى اكسجين واسيتيليت. عكست؟ نعم. اعكس الاشاره. إشارة مين اللي عكسها؟ إشارة دلتا إتش. أنت كنت مطلعاها بإيه؟ موجب. تروح مديها لي بالسهم. خلصت؟ كده وضحت الرؤية ليجا وليجي. طب أنا مديك هنا معادلة. عند عكس سير التفاعل يمكن عكس إشارة دلتا إتش. أعكس. كلام واضح. مش بحفظه. تعالى معادلة هنا. هيدروجين. أكسجين. إداني إيه؟ H2O. دلتا اتش ابوسترو يعني ايه؟ التغير في المحتوى الحراري القياسي طلع بسالب 285.8 كيلو جول مول. جميل يا استاذ. حته هنا برضه مهمه للطالب عشان يبقى يقول ايه؟ انا فاهم. اتش 2 طلعت اتش 2. طيب هنا او واحده، هنا او 2. طب لو ضربت في نص يبقى 2 مع 2 يبقى بواحد. يعني يجوز النص. زي ما انا قلت في الاول، يجوز ان انا اوزن بكسور، صح؟ طيب نفس المعادله هي اتش 2 حاله طبيعيه غاز، اكسجين غاز، طلع لي اتش 2 ايه حالته؟ في. معايا يا استاذه؟ انت معايا؟ طلع لي هنا الميه بخار فابور، اللي فوق طلع لي الميه ايه؟ ليكويد سائل. يبقى اختلفت الحاله الفيزيائيه. نعم. تعال شوف لنا دلتا اتش بكام؟ سالب 242. طب في حاله الماء السائل لما اتكون سالب 285، هناك فرق ولا لا في التغير في المحتوى الحراري؟ جميل كده، انا فهمت القصه اللي فاتت، فهمتها هنا قوي قوي من المعادله. طب تعال لو انت عكست المعادله دي وقلت الاتش 2 او، لا لا، تعال نبص تاني، ركزي كده. انا عملت اتش 2 ايه؟ يعني ايه؟ سوليد صلب. هو الميه صلبه يا استاذ؟ في حالتها تلج، صح؟ حولتيه الى ميه سائله، ايه رايك؟ صح كده؟ يبقى من صلب الميه اتحولت لسائل. دلتا اتش ابوستروف في القياسيه اللي انت قستيها طلعت 6 كيلو جول على مول. جميل والله، احنا كده بدانا نوصل.
طب يا استاذ لو احنا هنا قلت انا عايز اضرب المعادله دي في 2 قال يبقى 2H2O هنا برضه تبقى ايه 2H2O. طب دلتا اتش يبقى ايه 2 في 6 12 كيلو جول على المول في حاله الضرب او في حاله الاسم زي ما بعمل هنا اعمل على دلتا اتش. يبقى دلتا اتش هنا لو جيتي انت حضرتك تلاحظين ان انا عملت لك ايه التفاعل اهو مركزه معايا حضرتك ورجعت تاني قلت طب لو عكست التفاعل حضرتك قلت لي يعني انا هخليه من ماء سائل احوله الى ماء صلب يعني تلج كرات تلج صح يا استاذه نايمه صحيه قولي معايا عكسنا التفاعل ايه اللي يحصل؟ قال لي يبقى عكسين الاشاره بتاعت دلتا اتش اهي يبقى دلتا اتش هنا تطلع بايه؟ كانت بموجب يبقى تطلع بالسالب. بالتالي كده انا اديت درس جميل جدا هيهيئنا ويهيئ كل الطلبه للي جاي ان شاء الله في الحصه الجايه. كفايه عليكم كده النهارده. يلا سلام عليكم.